مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. وحشتوني من آخر مرة شفتكم فيها، ومبسوطة إن أنا معاكم النهاردة عشان نناقش كذا حاجة حضرتها لكم، ويا رب يعني تسعدوني بمداخلتكم ومشاركتكم معايا على طول ومن أول حلقة. يعني كان المفروض يبقى معانا وقت أكتر، بس للأسف الظروف يعني بعتذر لكل الناس اللي اتأخرت عليهم. وعلى طول هبتدي على طول في موضوع حلقة النهاردة، وعايزاكم على طول تبقوا معايا وتشاركوني عشان نقدر نرد على أكبر قدر من المداخلات والأسئلة. موضوع الحلقة النهاردة عن الغلطات اللي بنعملها مع الحيوانات بتاعتنا وإحنا مش عارفين، وبنعملها يعني بتلقائية، وإن إحنا بنتصرف عادي، وهي في الحقيقة غلطات ممكن تسبب مشاكل كتير قوي، وعلى العكس ممكن إحنا نتفاداها لو تجنبنا كل الحاجات دي. حاجات بسيطة ممكن نقع فيها من أول ما نجيب حيوان أليف، أو نفكر مجرد الفكرة إنه يبقى عندنا حيوان في البيت ممكن زي ما بنقول تؤدي لمشاكل ولخبطة كتير في تربية وفي رعاية الحيوان ده. من أول الغلطات اللي بنعملها اختيار الحيوان. يعني كتير مننا بيبقى متردد ومش عارف إزاي يختار الحيوان المناسب، وإزاي من ضمن الأنواع الكتير قوي اللي موجودة فعلا يختار حاجة وبعد كده ما يتضايقش منها وما يتضايقش من وجودها في البيت. علشان كده بنأكد إنه لازم الأول في معايير كتير قوي نقعد نفكر فيها قبل ما نقرر نجيب حيوان. أولها المساحة والوقت المحددين او اللي ممكن متاحين عندنا علشان نقدر نستقبله ويبقى في وسطنا من غير اي مشاكل. بمعنى انه مش ممكن ابدا نكون عندنا مساحه ضيقه او ما عندناش يعني تراس جنينه مساحه كافيه ان الحيوان ان حيوان بحجم كبير يبقى معانا، ونجيب حيوان او بابي او جرو صغير وفجاه نتفاجئ انه كبير قوي، انه كبر وحجمه كبر عن المساحه اللي يعني مخصصه ليه في البيت، وبعد كده نتفاجئ بمشاكل كتير قوي، انه مش عارف يتحرك، انه ان احنا محتاجين يعني نمشيه كل يوم، ان احنا محتاجين وقت مخصص ليه مش قادرين نحدده. دي طبعا من اهم ويعني وشفناها كتير قوي كلنا انه يعني مشكله الناس بتقع فيها، لان بعد كده للاسف بتبقى مش عارفه تعمل ايه في الحيوان دوت، ومش عارفه هتفرط فيه ولا هتحطه فين، ولا تروح تحطه اقامه في حته تانيه. طبعا كتير قوي غلطات انا بحاول يعني اكثف ونقول اكبر الحاجات المعروفه اللي بنقع فيها كلنا عشان نتفاداها. الغلطات مش بس في الاختيار زي ما بنقول، لا ده ممكن كمان نقع في غلطات في التغذيه، في تغذيه الحيوانات بتاعتنا، في نوعيه الاكل اللي بنقدمها من عندنا في البيت، او في التربيه، او في السلوك، او في حاجات كتير قوي. واحده واحده كده هنمسك يعني حاجه حاجه ونناقشها. وانا عايزه النهارده كمان اقول لكم على الحاجات الكتيره المتكرره، يعني مش عايزه اقعد استرسل في كلام قلناه كتير، لكن عايزه اقول حاجات كتير متكرره انا لاحظتها والناس فعلا بتقع فيها. طيب غير مشكلة الاختيار، خلاص ربنا وفقنا وقدرنا ناخد الحيوان المناسب او نجيب الحاجة المناسبة زي ما بنقول المساحة اللي عندنا في البيت للوقت المحدد او متاح برضو لينا ان احنا نراعي الحيوان ده. بعد كده طبعا على طول بنخش في مشاكل التغذية، لانه احنا جايبينه لسه ما عندناش خبرة قوي ممكن نأكل ايه، ونبتدي بقى ان احنا ندخل كل انواع الاكل اللي موجودة في البيت ونشوف بقى، وبيبقى عيني الحيوان ده بيبقى زي حقل تقارب. في حاجات مشهورة قوي وحاجات في التغذية معروفة قوي كتير من الناس بتقع فيها، لمعتقدات غلط، يمكن لحاجات من تراث او من عادات ان احنا شفناها وهي ملهاش اي اساس من الصحة، زي شرب اللبن للحيوانات اللي بيعمل مشاكل كتير منها النزلات المعوية والإسهال ولخبطة كتير في الهضم. فالحيوانات اللي بالأخص القطط والكلاب مش بتشرب لبن، ما ينفعش تشرب اللبن بتاعنا، لأنه اللبن بتاعنا تركيبه مختلف خالص عن التركيب اللبن اللي كانوا بيرضعوا يعني بيرضعوه من أمهم وهم صغيرين، فبنلاقي إن الحيوان ابتدى يدخل في مشاكل في الهضم ومشاكل يعني إحنا في غنى عنها خالص لو بطلنا أو يعني استعوضنا أو استغنينا عن الابتكارات والحاجات اللي إحنا بنعملها وقدمنا حاجات متوازنة ووجبات ما فيهاش أي مشكلة. معانا أدهم. ألو أدهم، أستاذ أدهم معايا؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ عاملة ايه الأخبار؟ الحمد لله تمام. أدهم رئيس نادي الإيكاتس، اسمح لي الأول أعرف الناس بيك، مربي وبريدر وليه خبرة كبيرة في تربية الحيوانات وخاصة القطط. أدهم عايز تشاركنا النهاردة برأيك والغلطات الكومن أو اللي هي على طول بتلاحظها وبتشوفها كتير من الناس بيقعوا فيها مع تربية الحيوانات.
الاول بس انا حابب احييكي جدا على الفكره والعنوان 100 غلطه وغلطه، لان هي فعلا بتبقى غلطات متكرره، ومهما بنحاول ان احنا نوعي بيها تلاقي برضو نقع فيها تاني من اول وجديد، بالذات الناس اللي هم الهواة. فاعتقد الفكره هتبقى مفيده جدا وحلوه قوي لو استمرنا عليها. يعني مظبوط يا ادم. ايه بقى قول لي، من انت اكيد طبعا بتشوف ناس كتير ومن خلال تربيتك للقطط بتلاحظ ان في غلطات على طول الناس بتقع فيها مهما يعني حاولنا نتفاداها، ايه الحاجه المتكرره قوي اللي بتلاحظها؟ بص، يعني هي دايما المشكله ان احنا عندنا حاجات كده متعودين عليها. يعني القطه لازم تشرب لبن، فتلاقي دايما هم بيشربوا القطه لبن 24 ساعه في ال 24 ساعه، فبالتالي يحصل ديارية ويحصل مشاكل للقطه. وفكره توم اند جيري ان هو الكلب بياكل العظم والقطه بتشرب اللبن او بتاكل السمك، دي افكار غلط. ولما بنرجع للدكتور البيطري بنلاقيها ان هي غلط اصلا. حاجات تانية بقى كتير، حاجات يعني كتير. ممكن اول كان في مقوله دايما بيقولوا ان القط لو دخل ميه في ودانه هيموت، فعلا يعني ان فعلا. القطط ما بتستحماش، انه كتير جدا بتيجي قطط العياده هم معتقدين ان القطه ممكن تفضل طول عمرها ما تستحماش. يعني استحاله وضح طبعا، لنا النقطه دي ادم استحاله. يا ريت. ده يعني احنا بالنسبه لنا القطه مدرسه الحموم كل 7 ايام او كل اسبوع، يعني لازم تحمل قط مره كل اسبوع. بس في طريقه معينه بتبقى هي الصح في الحموم، ان احنا ما ندخلش الميه في ودانها زي ما البني ادمين بالظبط. ما ينفعش ندخل ميه في ودانهم والا هيحصل لهم التهابات، يعني مظبوط. في طريقه معينه. وفي نفس الوقت برضو ما ينفعش ابقى لسه مشتري القطه او البابي بتاعي واول ما اروح البيت واوصل اقوم محميه على طول، ايوه لان احنا بنبقى عارفين ان هو بتبقى مناعته بتضعف من تغيير المكان، بيبقى عنده ستريس عصبي. ده بيبقى برضو من الغلطات الشائعه اللي دايما بيقعوا فيها. حاجه تانيه، الاقي حد يقص الشنبات او الشوارب بتاعت القط، يقول لك دي طويله فانا هقصها. طبعا احنا عارفين ان الشنبات او شوارب القط دي مهمتها انه مجسات او زي السنسورز كده، بتساعده يعرف على انه السخونيه، يعرف الاماكن الضيقه، يعرف يدخل المكان ده ولا لا. معظم الناس عندنا هنا في مصر وللاسف اما بيجي يجيب كلب عشان يربيه تلاقيه مجهز له مكان فوق السطح، او يقول لك هو فوق او في السطح. الجراج. طب هل من المنطقي ان كلب يقعد مثلا 18 ساعة لوحده عشان انت تيجي تظهري له ساعة واحدة في اليوم بالظبط وتتعاملي معاه؟ مش بس كده، فطبعا انه حالته النفسية الاماكن اللي زي كده كمان يا ادهم اللي هي في الجراج او فوق سطح اي عماره بتبقى اغلبيتها يعني فيها تراب، مش مخصصه لكلاب كمان مثلا ليها لونج هير او ليها طبعا يعني طبعا طبعا بالظبط طبعا. ليها، فتلاقي شعر زائد الكلب اتبهدل، نلاقي هو نفسه مش في او صحه يجي له كويسه. احتباس حراري، او يجي له احتباس حراري من الشمس بالظبط القويه جدا اللي قاعد فيها طول اليوم. انا تابعت انت في بدايه الحلقه بتقولي البريد ذات نفسه اختيارنا ليه. احنا مشكلتنا في مصر تلاقي كله جايب الاسكان او جايب سيبيريان هايسكي او جايب اللارج بريد اللي هي شعرها عشان هما غزير بيتشدوا للاحجام جدا. الكبيره شويه، طب ما هي كل المشكله الناس في بتحب الاحجام الاحجام الكبيره دي. الكبيره والكلب اللي شعره كثيف. بس دي مخصصه لانها تعيش في الاماكن البرد، مش عندنا، احنا عندنا صعب. ايوه، وتلاقيه بعد ده كله بقى مربيه في الجراج. او عايز عناية، فطبعا عايز عناية ورعاية بصورة تانية خالص، وقت كمان طبعا ومجهود علشان الجرومينج والتسريح، وان احنا ناخد بالنا من الشعر الكثيف ده عشان ما يتبهدلش ونتفاجئ طبعا انه جاي طبعا. متكتل وجاي طب بصورة. وبعدين لو ادينا بس من وقتنا ان قبل ما نشتري البريد او نختار ونقرا عنه ونفهم متطلباته، هل دوت مسموح بيه عندنا في شقتي الضيقه او مساحتي الواسعه او يبقى انا بختار صح. لكن بجيبه خلاص عشان جاري او ابن عمتي او او اتشديت لشكل قريبي او معين كذا، من غير ما لا اعرف ده ايه. غلط. لا مظبوط ده غلط طبعا، ده غلط. مظبوط. الغلطات التانيه برضو اللي دايما اسمع عنها بالذات في مجال القطط اللي هو مجالي، ان يقول لك اصل التعقيم حرام فانا مش عايز اعقم القط، وفي نفس الوقت تلاقيه سرب القط على السلالم او نزله في الشارع عشان بيعمل له سبراي. طب ما انا لما هعقمه همنع ضرر اكبر همنع من ضرر. ان انا اسربه في الشارع، هتربيه وهتبقى مبسوط أي بيه انا هيعيش شخصيا معاك بتسال العمر. السؤال ده كتير يا ادهم، وبتسال في حكايه الحلال والحرام، مع اني مش بحب يعني ان انا افتي، لكن انا شخصيا انا بتكلم منطقيا حتى من غير لا حلال وحرام. على فكره انا خدت راي دار الافتاء واتصلت بحد في دار الافتاء وقال يعني قال لا ضرر ولا ضرار، يعني لو في حتميه او في مشكله فعلا القط بيسببها جوه البيت، من انت عارف ان القط بيبقى البيهيفير بتاعه بعد شويه عشان موضوع التزاوج بيبقى شويه اجريسيف او خلاص بيبقى صعب. بالظبط، لدرجه ان هو ممكن يطلع يعمل تواليت على اماكن يعني مميزه في جدا الشقة. لاصحابه عشان في يلفت الشقة. نظرهم ويشد انتباههم ان هو متضايق من حاجه معينه.
فلو احنا لو عقمنا وبقى معانا في الشقه، طب ما انا شلت الضرر الاكبر بالظبط، من انه بنشوف يبقى في الضرر الشارع الاكبر ويتبهدل ويموت ويتمرمط والكلام دوت. بالظبط. برضو من الحاجات التانية اللي هي الغلطات الشائعة، ان لما يجيب بابي او كلب او قطة صغيرة، كل ما تيجي تنام يصحيها، هو عايزها طول الوقت بتلعب حواليه وطول الوقت بتتحرك. والمفروض ان احنا عارفين ان نمو القطة او الكلب بياخد بيبقى وهو فترة كبيرة نايم، في النوم زي الأطفال بالظبط. بالظبط، فهو ما بيسيبوش ينام. فتلاقي بعد اسبوع الكلب او القطه ده حجمه بقى ضعيف، بقى هزيل وما بقاش زي ما جابه، وهو مش فاهم ده بسبب ايه. فاحنا على فكره حتى في نادي الايكاتس احنا دايما بنعمل، يعني يعتبر احنا النادي الاوحد اللي بيعمل في مجال القطط محاضرات توعيه عن الغلطات ده والحاجات مهم بقى جدا الشائعه. يا ادم، انه ان احنا هي الفكره اصلا ان احنا عايزين نوعي الناس على اكتر الحاجات اللي هم ممكن يقعوا فيها عشان يتفادوها، بس عشان الدنيا تمشي بسلام. عشان كده انا عجبني جدا الحلقات اللي على اليوتيوب اللي هي الخاصه بيكي، و100 غلطه بغلطه. انا شايفها يعني لو كله سمع او اتفرج او بشكل يبقى فيه اتراكتيف شويه، اعتقد ده هيفرق معانا كتير قوي، أكيد ويبقى في مجالات مختلفه، يعني ما يبقاش الموضوع علينا احنا بس يبقى في مجالات مختلفه. أكيد، لان في الاخر الكائن اللي انا بجيبه ده هو ملزوم مني. وحالته لو بتنعكس عليا لو هو نفسه بقى طبعا تعبان، وانا حسيت طبعا ان هو طبعا بدل طبعا يبقى طبعا مصدر يعني انبساط ليا وسعادة ليا ولاسرتي، ابتدى يبقى هدك طبعا. وتعبان وانا والدليل على قلقان كده، عليه. الدليل على كده ان بره بيستخدموا الحيوانات في علاج الاوتيزم، التوحد او علاجات نفسيه، هو بيستخدموا ليه؟ لان انت تاخدي منه الطاقه الايجابيه. بالظبط. فتخيلي لو هو عندي في الشقه بقى وانا اللي بديله الطاقه السلبيه، وبالعكس انا بعامله غلط وما بفهمش هو بيعيا ليه. دي حقيقة. يعني احنا ساعات في حالات كتير او كلاب العظم بيقف في الاسوفيجس او في القناه الهوائيه او يبقى في هنتكلم، المعده احنا بشكل كنا لسه معين. قبل الاتصال بنتكلم على مشاكل التغذية. هنتكلم عن كتير من مشاكل التغذية زي ما بنقول كده اللي الناس بتقع فيها ببساطة، بتدي بقايا الأكل من غير ما تعرف ايه اللي ممكن ان هو يبقى طبعا صحي طبعا طبعا من طبعا غير طبعا ما يبقى فيه مشكلة، وعلى العكس ممكن حاجة تانية يسبب مشكلة. يا ادهم، طبعا بشكرك جدا، بشكر مداخلتك، وعايزاك تتابعني وان شاء الله استعين بيك تاني عشان تقول لي كتير برضو من المشاكل اللي بتقابلها، مش بس في القطط، في الكلاب واي حيوان تاني يعني من الحيوانات الاليفه. شكرا، بشكر ادهم جدا لمداخلته، وزي ما نوه كده وقال غلطات بسيطه يعني بنلاحظ ان كل انها متكرره وكل الناس بتقع فيها، في التربيه، في الاختيار، في التغذيه. ان شاء الله نعمل كده يعني فلاش او نبتدي نوضح الحاجات المهمه واحده بواحده عشان الناس تتفاداها وما تقعش فيها. طيب، كنا بنتكلم عن التغذيه، واستكمالا لكلام ادهم كان لسه بيقول حاجه مهمه جدا برضو، والناس كلها عندها اعتقاد. خلصنا من نقطه اللبن وان القط بيشرب اللبن، كمان ان الكلب لازم ياكل عظم. ايه الحكايه في موضوع العظم ده والكلاب؟ معروف يا دكتوره ان الكلاب كلها بتاكل عظم، والكلاب اللي في الشارع ما هي عايشه على العظم، يعني ايه الجديد يعني؟ الفكره انه العظم مش كل العظم اللي ممكن الكلاب تاكله تتقبله او يتقبله الجهاز العظمي من غير ما يعمل مشكله. ازاي بقى؟ هنستثني كلاب الشارع، لان كلاب الشارع يا حول الله هم اصلا بقوا توليريتد او بقى عندهم مقاومه، ومن كتر ما هم مش لاقيين حاجه هم بياكلوا حاجات كتير جدا مش المفروض انها تتاكل. مش معنى كده انها مش هتسبب مشكله، بالعكس احنا بس يمكن مش بنشوف وبنتابع، لكن كتير منهم بيحصل لهم مشاكل بسبب الحاجات اللي مش مظبوطه اللي بتتاكل. بالنسبه للكلب اللي عندنا في البيت هو لسه يعني احنا جايبينه صغير او حتى جايبينه كبير، الجهاز الهضمي ما عندوش القدره انه يعني يستوعب قطع العظم الصغيره دبابة اللي بتنزل والأجنحة والرجول والحاجات اللي احنا كلنا بنبدع وبنفتكر فيها من بواقي البانيه. أنا بسمع بصراحة ابتكارات، يعني ناس بتجيب بواقي البانيه وتحط معاها يعني انجريدينتس تانية أو حاجات تانية وتخلطها فول صويا، يعني إبداع. الكلب ما عندوش القدرة إنه يهضم العظم الصغير قوي ده، الفكرة إنه بينزل العظم ده مهما حاول يكسره بسنانه ينزل يجرح كل الجهاز الهضمي من أول فوق هنا لحد مرورا بكل الجهاز الهضمي. فنبتدي نلاقي الكلب بعد شويه، مش من اول مره لان هو ما اكلش سم قاتل، لكن شويه والكلب يبتدي يشتكي ان في ترجيع، ان في اسهال مدمم، انه في صوت زي يعني انا مش عايزه اعمله على الهواء بس زي صوت كحه. ليه بقى؟ لانه طول ما العظم نازل ما شاء الله عمال يجرح في الجهاز الهضمي، وابتدى انه يعمل اريتيشن في كل البقول في كل الجهاز الهضمي ده.
فمش من اول مره هتظهر مشكله، ولكن حتميا هتظهر مشكله من اكل العظم، فاحنا نتفادى خالص الاجنحه والرجول والكلام ده، ونخلينا لو عايزين ندي عظم علشان يبقى سورس للكالسيوم حاجه ممكن تتفتت، يعني الكارتريج، الغضاريف، العظم الكبير اللي الكلاب الكبيره عندها القدره بانيابها انها تقرقط فيه وتحصل منه على المواد الغذائيه الكويسه من غير ما يحصل لهم مشكله. مش بس العظم، في حاجات تانية احنا يعني بنلاقي كتير قوي برضو حاجة شائعة. اعذروني يا جماعة لو بتكلم بسرعة، لان يعني انا عندي حاجات كتير عايزة اقولها، وعايزة اقول لكم اكبر الحاجات في اقصر وقت، فعلى طول تدخلوا معايا لو في حاجة عايزين تستوضحوها مني، يعني لو بتكلم بسرعة. زي ما نقول كده، مش بس العظم، لا كمان في حاجات تانية كتير احنا بنلخبط فيها. يعني انا بشوف ناس كتير جدا تبتدي تدي الاكل بتاع البيت بقايا الاكل كلها بالجلد، بالتوابل، بالدهون، حقيقي مفيش اي يعني فصل للحاجات دي، وبتعمل مشكله واحنا مش حاسين. ليه؟ لانه كل حاجه منهم بتسبب اذى معين، بمعنى انه مثلا هنلاقي الدهون والتوابل والحاجات دي ممكن توصل ان الكلب يحصل له الرجي او حساسيه جامده جدا، ونلاقي كلاب جدا يعني بتجينا بتتردد على العياده او المستشفى عندها حاله هنقول ايه يعني سنسيتيفيتي عاليه جدا او حساسيه عاليه جدا، ممكن يبقى فيه تورم، ممكن يبقى فيه هرش، التهابات في الجلد، الوبيشيا وسقوط شعر، حاجات كتير جدا جدا من التغذيه الغلط. والتوابل والدهون والحاجات دي من الحاجات المسببة قوي لموضوع الحساسية والمشاكل الجلدية في القطط والكلاب. فإحنا ممكن كده نصنف، أنا ما بقولش إن إحنا يعني ممكن طبعا يبقى فيه وجبات خاصة، ممكن يبقى فيه دراي فود أو أكل جاف، وممكن ندي بقايا الطعام، ولكن نستبعد منها الحاجات المضرة اللي ممكن تنعكس بصورة سلبية وتعمل مشكلة يعني جامدة، ونلاقيها بصورة متكررة. ودي من الحاجات زي ما بقول لكم اللي بنشوفها كتير جدا. انا عايزه اقول من كل حاجه، فيعني خلينا ناخد برده من حاجه تانية غير التغذيه علشان نبقى غطينا كذا ايتم. مشكله تانية بنشوفها كتير قوي وبترد على العياده، معانا اتصال. طيب خلينا ناخد المداخله الاول ونكمل بعد المداخله. الو، ايوه معانا جودي صح؟ ايوه جودي من القاهره. ازيك يا جودي؟ الحمد لله. انت طفله قالوا لي في الكنترول. سنك كام سنه يا جودي؟ 11 سنه. طيب يا جودي عندك تجربه خاصه بموضوع الحلقه النهارده؟ انا كنت عايزه اقول ان فيها غلطه حصلت، وانا كنت نازله في مره بمشي الكلبه بتاعتي. عندك كلبه نوعها ايه يا جودي؟ جولدن. اوكي. فانا كنت ماشيه وبنزلها في الجنينه، فهي جالها قراد. فانا قلت اخش احميها بديتول. افتكرتي ديتول، قلتي ممكن يخلص الموضوع. يعني قلت خلاص هي تنضف وكل الرياضه بتاعته. فحميتها بديتول. بعد ما خلصنا كده يعني بشويه ساعه ساعتين كده، لقيت ان هي بدا يظهر عليها زي التهابات كده في جسمها. تقصدي صح؟ اه. وعلى طول وديتيها للدكتور يا جودي ولا اتصرفتي ازاي؟ غسلتي جسمها طيب من الديتول ده بعد كده، او امتى ادركتي ان الديتول ده غلط؟ ما كنتش عارفه، كنت فاكره ان هو مثلا يعني مش عارفه ايه منظف. اوكي. استنيت لي يوم التاني وبعدين قلت اوديها للدكتور عشان يعني كان شكلها بتبدا تزيد شويه وشويه، وبعدين وديتها للدكتور والحمد لله بقت كويسه. طيب يا جودي بشكرك جدا، ورسي قوي لاتصالك يا جودي، وما تبقيش تستعملي الديتول تاني. شكرا، بشكرك يا جودي. طيب اهو حاجه من ضمن الحاجات واللي هنكملها بعد كده، انه استخدام المنظفات. بنستعمل بريل، بنستعمل ديتول، بنستعمل برسيل، بنستعمل حاجات غريبه جدا لتنظيف الحيوان، وكل الحاجات دي بتعمل حساسيه ومشاكل في الجلد فظيعه. يعني انا برضو يعني استكمالا لكلام جودي، كان في ناس بتتردد بتستعمل بريل وبتدعك جسم الحيوان على اساس ان دي حاجه منظفه او حاجه هتطهره من الحشرات. مش بس كده، استعمال المبيدات زي اللايسيد اللي عندنا في البيت للحشرات او زي البيروسول او زي حاجه، والحاجات دي كلها حاجات سامه ما بتعملش اي حاجه غير انها بتعمل توكسيستي او بتعمل تسمم، او اقل الضرر هتعمل حساسيه ومشاكل جلديه في الكلاب والقطط. في مشاكل كتير قوي زي ما قلنا، يعني اعذروني انا اتكلمت بسرعه، حاولت انوه على بعض الحاجات، لكن بوعدكم هنكمل كل الغلطات اللي بنعملها علشان نتفاداها ونفضل كده ماشيين بامان احنا وكل حيوان بنربيه. بشكركم جدا جدا جدا، واستنوني في حلقه قريبه ان شاء الله عشان نكمل الموضوع اللي بدانا.